بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمعاندين والمخالفين لهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام عليكم سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ونحن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة وموضوع جديد وتكملة لما بدأنا به عن سيرة ومحطات سفير الإمام الحسين سلام الله عليه سيدي ومولاي مسلم بن عقيل عليهم السلام. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى مصابي واستشهاد هذا السفير وهذا اللاعب التاريخي المهم جدا، هذا السيد الجليل وهذا السيد العظيم الذي كان حلقة وصل بينه بين الثورة وبين الرسالة الإسلامية. في الواقع عندما ندخل إلى حياة مسلم بن عقيل سلام الله عليه نجد أن المحطات الكثيرة وربما الدور الذي لعبه في سفره عندما كان سفيرا للإمام الحسين كبيرا جدا ومؤثرا جدا وواعيا جدا، وفي محطات وفي مواقف خطرة أيضا، باعتبار أن الدولة الأموية كان لها عيون وكان لها مراصد أيضا وكان لها أيضا مجسات تتحرك بها في كل البلدان والعواصم الإسلامية آنذاك. في حلقة هذا اليوم سنتعرف على الدور الذي لعبه سيدي ومولاي مسلم بن عقيل سلام الله عليه عندما استقر به الحال في الكوفة وبدأ تكملة عمله كسفير للإمام الحسين سلام الله عليه. مشاهدين الكرام، فأرحب أجمل ترحيب بضيفي في حلقة هذا اليوم فضيلة الشيخ عادل العمشاني. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك وحياك الله، وعظم الله لنا ولك الأجر بذكرى مصاب واستشهاد سيدي ومولاي مسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين عليهم السلام. حياكم الله وأحسن الله لكم العزاء بهذا المصاب الجلل، ونعزي العالم الإسلامي وبقية الله الأعظم مولانا صاحب العصر والزمان بذكرى شهادة سفير الحسين مسلم بن عقيل عليه السلام. سلام الله عليه. فضيلة الشيخ، وصلنا اليوم إلى محطة مهمة جدا في حقيقة في تاريخ مسلم بن عقيل سلام الله عليه وفي تاريخ الثورة الحسينية أيضا. يعني بالحلقة السابقة وصلنا إلى أنه دخل الآن مسلم بن عقيل في الكوفة وفي أزقة الكوفة، ما هو الدور الذي لعبه سلام الله عليه في تلك الفترة عندما دخل إلى الكوفة؟ واقعا مسلم بن عقيل عندما دخل الكوفة كان ممهد، والتمهيد يعد أساس للثورة وانطلاق للثورة، فهذا التمهيد يحتاج إلى وقت زمني ويحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى إنسان يتمتع بقابلية قيادية جيدة، فكانت هذه المزايا موجودة عند مسلم عليه السلام يتمتع بها، فبدأ يحشد أول شيء الرجال ثم يهيئ السلاح والأموال للقيام بالثورة. طيب. يعني كانت الدعوة ظاهرة وعلنية. بلي، وكان هنالك للمختار أيضا دور، يذهب إلى القرى يدعوهم للمبايعة والتهيئ للنهضة. فهذا الدور الذي قام به مسلم سلام الله عليه كان دور جدا مهم وممهد لثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه الثورة العظيمة يلاحظ أن أساسها هو مسلم بن عقيل أسس لها. فمسلم عليه السلام في هذه المرحلة واقعا كان يتحرك بخطوات جدا مدروسة، لأن المهمة التي أنيطت به مهمة جدا عظيمة، فكان يقوم بهذا الدور بأنه يجمع الأنصار يعدهم، وكذلك يعد الرجال الذين لهم القابلية على القيام بهذه الثورة. فكانت الرجال تأتي لمسلم وتجتمع عند دار المختار عليه رضوان الله عليه. فبعد ذلك مسلم له أيضا مهمة أخرى التي قام بها، بأنه كان يعرف الناس بأهل البيت والطاعة والولاء لهم، لأن هذه بعض الناس كانت القضية مغيبة عنهم، التحتيم الإعلامي، الضغط الأموي، الظروف القاسية، فمسلم كان يعبئ الناس من الناحية الروحية ويعبئهم من الناحية المادية كأنما.
يهيئهم مثل ما أهيئهم للقتال، في نفس الوقت إيمانا واعتقادا في قضية الإمام الحسين ومشروع الإمام الحسين أن يعتقدوا به، لأنه كما ورد في الأخبار أن أهل الكوفة للإمام الحسن سلام الله عليه قلوبهم معكم وسيوفهم، قلوبهم معكم وسيوفهم عليكم، هذا قلبه وياك، ولكن الاحتياج العسكري والدفاع لا يتخلى عنك. فمسلم هذا الموضوع وهذه التجربة مر على مسلم، ومسلم متأكد من هذا الموضوع تأكد تام، فأراد أن يهيئهم مو فقط من الناحية المادية يعدهم للقتال، لا الناحية المعنوية أيضا وترسيخ الروح القتالية. جميل، لأن قضية الثبات قضية هي المحورية، يعني انتصار مو بالسيف فقط، انتصار بمن؟ بالاعتقاد والمعتقد. بالإضافة إلى ذلك أكو كان أيضا يعني جزء من تأنيب الضمير عندهم باعتبار أنهم تخلوا عن الإمام الحسن سلام الله عليه، هذا أكيد كان موجود. هو كان دور مسلم جدا فعال بأنه يذكرهم في الماضي، كان يذكرهم في الماضي وماذا صنعوا وماذا قدموا. قبال ذلك الآن فرصة الشيخ. كأنما الآن جاءت فرصة جديدة لأهل الكوفة. ممتاز. قبال ذلك يعني ما هو الدور الذي قام به بنو أمية عليهم لعن الله، عندما يعني لما تكون حركة مسلم العقيل بهذا الشكل وبدأ يعني تحرك على رؤساء القبائل واجتماعات دورية، وأكيد يعني هذه الاجتماعات هي في وضح النهار وحتى وإن كانت في الليل فهي مرصودة من قبل الدول الأموية، يعني شنو اللي قامت به الدول الأموية تجاه بني أمية؟ كعادتهم بدأوا بالترويج الإعلامي، والترويج الإعلامي واقعا له أثر وأثره في النفوس واضح، وخصوصا عند النفوس الضعيفة. الشائعات عندما تطلق الذي ينجح ويفعل هذه الشائعات النفوس الضعيفة، أما الإنسان ذات المعتقد وصاحب العقيدة السليمة يعرض عن الشائع ولا يروج لها ولا يعمل فيها ولا يعطيها فسحة من وقته أو في حياته أو في مجتمعه. فبني أمية قاموا بهذه الطريقة، وهي طريقة الترويج الإعلامي، بأنه سيأتي إليكم جيش الشام، وجيش الشام جيش لا يوجد في قلبه رحمة ولا يعرف الإنسانية ويقتل الصغار والكبار. فهذا الموضوع جعل في قلوب أهل الكوفة وجعل هنالك إرباك في الموضوع. ردة فعل يعني. كانت هناك ردة فعل غير إيجابية سلبية. إضافة إلى ذلك النساء، كل مرأة بدأت تتعاطف مع هذا الخبر الكاذب، وكانت تضغط على زوجها أنه ينسحب من الأمر، والأب كان ينسحب ويضغط على ولده، وإذا الموضوع أصبح كموضوع اختبار كما في بني إسرائيل، الله اختبرهم وابتلاهم وامتحنهم ففشلوا في الامتحان، فهذه سنة إلهية كما قال النبي صلى الله وآله القذة بالقذة كبني إسرائيل. فأهل الكوفة في هذه المرحلة امتحنوا بهذا الامتحان. زين فضيلة الشيخ، يعني فقط يعني الدولة الأموية فقط مارست الدور الإعلامي يعني لإضعاف الناس؟ لو لا، يعني هي احنا نعرف دولة قائمة، عندها شرطة، عندها جيش، عندها عيون استخبارات، دولة يعني دولة بكل تفاصيل الدولة، يعني كانت هنالك مثل عمليات يعني زج بعض الرؤوس مثلا بالسجن، او مثلا بعض الممارسات القمعية على الاتباع مسلم العقيل سلام الله عليه. هذه المرحلة بدأوا بها بعد ما ارسلوا عبيد الله بن زياد، الرسائل بدأت تصل إلى يزيد وأنه مسلم وخطر مسلم في الكوفة، وبدأ يعد العدة، مسلم وأهل الكوفة بايعوه، والآن بدأوا هؤلاء يتحشدون والحسين قادم. فأرسل عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد معروف هذا الرجل من هو ومن أصله، فالإنسان إذا كان لا يمتلك في قلبه شيء من الرحمة والرأفة والإنسانية، ما تنتظر وما تتصور من هذا الإنسان. فعندما دخل أول شيء قام به عزل النعمان، كان الوالي، عزله. بعد ذلك سيطر على الشرطة،
وبعد ذلك جمع رؤساء القبائل. هذه النقطة جدا مهمة. لا زال في هذا اليوم العراق أكو سلطة قانونية وفي نفس الوقت أكو سلطة عرفية المتمثلة برؤساء القبائل. أي بل هي باعتبار يعني هي المجتمعات العربية تسيطر عليها عادة العشائرية والقبلية. ها فرؤساء القبائل لهم القول لهم لي طولة في المجتمع بلي الأثر في القبائل. فيوم ما جمع رؤساء القبائل أول شيء غررهم بالمال، هذه أول خطوة، اشترى النفوس والذمم. الخطوة الأخرى التخويف والتحذير، فبدأ كل رئيس قبيلة يجتمع بقبيلته ويطرح عليهم وينقل لهم ما سمعه من عبيد الله بن زياد. وعبيد الله بن زياد كان معروف، كان على البصرة ويسمعون بعبيد الله بن زياد وظلمه وجرمه ووقاحته، وإنسان لا يمتلك شيء من الرحمة في قلبه. فبدأت الناس تتراجع، لأنه إذا انسحب الشخص، هذا الشخص الواحد من الألف يجعل هنالك عملية إرباك في صفوف الألف الموجودين. فبدأت القبائل قبيلة تلو القبيلة تنسحب. عندما انسحبت القبائل بقى مسلم معه أنصار أو أفراد جدا قليلين في ذلك في الساحة. بعد ذلك عندما عرفوا عبيد الله بن زياد أراد أن يعرف أين مسلم، في أي مكان يختبئ مسلم، فقام بعملية أرسل عين، وهذا العين يملك معه بعض المال. قبل هذا يعني ما هي ردة الفعل؟ أكيد لكل فعل ردة فعل. يعني لما بدأ عبيد الله بن زياد بهذه العملية عليه لعن الله، يعني ماذا كانت ردة فعل مسلم بن عقيل سلام الله عليه؟ مسلم بن عقيل كان يعطي الضوء الأخضر إلى الأنصار بأنه يقومون بثورة، ولكن وخرجوا ينادون ويهتفون، ولكن سرعان ما خدعهم عبيد الله بن زياد بالأموال وقال لهم أنا لم أتي لشيء، أنا مجرد ما أجيت هنا فقط أن أكون واليا في هذا القصر لا أكثر من ذلك. فالناس بدأت تتصدق هذا الأمر، هذه الخديعة، إضافة إلى الخوف، إضافة إلى المال، إضافة إلى العوائل بدأت تتخوف من عاقبة الأمر. فبدأت الناس بعضهم يسلب قوة البعض الآخر، مو يشد قوته ويشد عزمه، لا، يسلب منه ويضعف العزيمة بين الآخرين، إلى أن وصل الأمر تركوا مسلم وحيدا فريدا. فمسلم كاتب الحسين سلام الله عليه بعد ما أرسل له الكتاب الآخر بأنه أهل الكوفة هذا موقفهم وهذا ما صدر منهم، فلا تقدم. بل أكيد رافقت هذه العملية، يعني هي يعني مو فقط عملية إرهاب وتخويف مثل ما قلنا، يعني هي مو بس ماكينة إعلامية اشتغلت للترويج لأفكار عبيد الله بن زياد وهكذا سيفعل، يعني أكو حملة اعتقالات مثلا بعض الرؤساء القبائل زجوا بالسجون. اللي من جملة الأشخاص البارزين الذين هاني بن عروة رضوان الله عليه اعتقل، لأنه مسلم عندما بلغه الأمر دخل عبيد بن زياد وقام بهذه العملية وجند الجنود وجيش وبدأ يستعمل العيون ويبحثون عن مسلم، خرج من دار المختار إلى بيت هاني. بعد ذلك لما عرف عبيد الله بن زياد عن طريق أحد العيون أن مسلم يختبئ في بيت هاني، أرسل الشرطة واحتقلوا هاني، وخرجت عشيرة هاني مذحج تطالب، لأن رئيس عشيرة وقبيلة تطالب، خدعهم قال لهم هاني عندنا ضيف اليوم وغد وسوف يأتي إليكم. فكان يعمل دائما على الخديعة. بعد ذلك احتقل بعض الشخصيات الكبار، ليس فقط هاني، من رؤساء القبائل الموالية والمؤثرة والرموز بدأ يحتقلهم. هؤلاء يمثلون نقطة القوة، غيابهم يسبب إرباك في المجتمع، لأن المجتمع يتحرك بالقادة بالوجهاء. هؤلاء إذا غابوا يحصل عند المجتمع أنه انتكاس في الحركة في النهضة،
لأن القائد يعتبر قلب الأمة، فإذا غاب الأمة تكون شنو؟ ميتة. فكان يحتقل الرموز البارزة، حتى من جملتهم المختار زج بالسجن، احتقل المختار من جملة أصبح مسلم بن عقيل سلام الله عليه وحيدا في مسلم. الثورة تقوم ليس بفرد واحد، الثورة تقوم عادة بالمال وبالقوة، وأيضا من المقومات الثورة الجمهور. فمسلم لما كان هو المحرك، محرك كان جزء العلة مسلم لقيام الثورة ونجاح الثورة، والجزء الآخر متمثل به من بوجهاء العشائر بالشخصيات البارزة في الكوفة. هؤلاء الشخصيات دورهم انتهى، غيب دورهم، اعتقلهم عبيد الله بن زياد. فبدأ مسلم يرى أنه نفسه وحيد لا يستطيع أن يقوم بعمل قبال هذا الضخ الإعلامي والتوجه وهذا الطوفان والهيجان الفكري الذي بدأ يروج له بني أمية. وعادة الناس عندهم تجربة مع بني أمية، فهذه التجربة جعلت الناس يتخوفون بنسبة أكثر من السابق. ردت الفعل لبقية المناطق المحاذية للكوفة مثلا بالبصرة، يعني بالبصرة أنت قبل يعني في حلقة من الحلقات ذكرت لي أنه أيضا كانت هنالك رسائل للإمام الحسين إلى أهل البصرة، وكان أكو سفراء، يعني مثل ما نقول أكو فد يعني أرض خصبة للثورة أو لاستقبال إمام الحسين على أقل تقدير. يعني هذه المناطق وهذه المكانات لما وصلها هذا يعني أنه ابن زياد هكذا فعل بمسلم بن عقيل، ترك وحيدا في الكوفة رؤساء القبائل، ما صارت أكو ردة فعل شعبية يعني في هذه المكانات؟ أضرب مثال تقريبي لا واقعي. الكوفة شبيهة برأس الثورة، فإذا رأس الثورة انقطع بأنه لا قيمة للبدن، فكان قلب الثورة هي الكوفة. أكثر التشيع في الكوفة، البصرة كان فيها قليل. يعني مو فقط البصرة، يعني حتى لا يكون الأمر محصور فقط في البصرة باعتبار أنه العراق كبير، يعني الأقضية، المناطق المحاذية، ماكو ردات فعل يعني ما صارت ردات فعل. لا، كانت أبرز المناطق في العراق هي البصرة والكوفة. زين. باقي المناطق كان يستولي عليها بني أمية، أتباعهم وجنودهم وبعض الرموز التي تنتمي لبني أمية كانوا يقطنون في بعض المناطق وهم المسيطرون. فكانت الحركة خارج مناطق، يعني حتى في البصرة اللي كان فيها بعض الأنصار الإمام حسين كانت حركاتهم سرية معلانية. حتى هؤلاء رؤساء القبائل لما أرسل لهم الإمام الحسين الرسالة اجتمعوا في بيت أمرأة، يعني ما كان اجتماع علنا، كان اجتماع سرا وفي بيت أمرأة. فنفهم أن هذا الاجتماع السري والاجتماع في بيت أمرأة يعني كانت ظروف في البصرة ظروف غير ملائمة، معقدة جدا أكيد، إلى أنه ينهضوا بثورة مثل ما قام بها ومسلم عليه السلام في الكوفة. زين، خلي أخذ فاصل فضيلة الشيخ حتى أرجع معك وأكمل يعني الموضوع المهم في حياة سفير الإمام الحسين مسلم بن عقيل سلام الله عليه. مشاهدين الكرام تواصل معكم أكيد، لكن بعد أن نتوقف عند هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، حياكم الله مرة أخرى، وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى مصاب واستشهاد سفير الإمام الحسين مسلم بن عقيل عليه السلام. أرحب مرة أخرى بضيفي في حلقة هذا اليوم فضيلة الشيخ عادل العمشاني. فضيلة الشيخ حياك الله وعظم الله لنا ولك الأجر بهذه الذكرى وبهذا المصاب. حياكم الله وعظم الله لكم وأحسن الله لكم الأجر. أحسنت فضيلة الشيخ. الآن بقي سلام الله عليه وحيدا فريدا في أزقة الكوفة، يعني ما هي الأجواء في ذلك الوقت؟ يعني كيف تعامل مسلم العقيل سلام الله عليه مع هذه الوحدة ومع هذه الغربة بعد أن كان هنالك يعني كانت هنالك عشائر وأنصار، وربما كان أيضا يسكن في بيوت رؤساء القبائل اللي كانت بيوت من البيوت المهمة والمؤثثة و
يعني ذات البعد الاجتماعي وذات الواقع المعيشي الممتاز جدا. الآن هو وحيد في الكوفة، كيف تصرف؟ مسلم في هذه المرحلة، وهذه حقيقة فالصورة تبين شخصية مسلم، هذه الانتكاسة من حين ما بدأت مسلم لم يتراجع عن وظيفته، بقى مستمر وبدأ أراد أن يعالج الموضوع وكان يبحث عن الحلول المناسبة للموضوع، ولكن كانت الظروف معاكسة لما يريده مسلم وما خطط له مسلم سلام الله عليه. فمسلم عندما بقى وحيد يعني كان في هذه المسألة أنه كيف يخرج من الكوفة ويصل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، فكان يبحث عن مأوى. فنلاحظ أن بقاء مسلم وحيدا فريدا دليل على أن الضغط الأموي أدخل الرعب في قلوب الناس، الخوف جعل الناس يدخلون إلى البيوت ولم يخرج منها أحد، بل وصل الأمر إلى أن هؤلاء الذين استقبلوه بالآلاف استقبلوا مسلم وبايعوا مسلم، هؤلاء ما منهم أحد خرج وكان له الشجاعة والجرأة أن يؤاوي مسلم ويدخل مسلم في بيته، فبقى مسلم وحيدا فريدا. فنلاحظ في هذه الثورة انبثق شيء وهو المرأة، في هذه الثورة برزت امرأة، وهذه المرأة لها دور حقيقة، وفي نفس الوقت لابد لكل امرأة تنظر أن لها دور في المجتمع وفي نصرة الحق وتأييد ومؤازرة الحق. فتلاحظ هذه الثورة التي كانت مشتركة مو فقط للرجال بل حتى المرأة، النبي صلى الله عليه وآله لمن يقوم ما قام الإسلام حديثه الشريف إلا بمال خديجة وسيف علي. تلاحظ هذا الحديث جعل الموضوع مشترك، مو موضوع متمثل فقط في شخص ما، مشترك بين الرجل والمرأة. فنفس الموضوع أن الإسلام لمن أراد الأحكام الشرعية تكون ثابتة ومطبقة أراد من المسلم بكليهما الرجل والمرأة أن يطبق هذا الأحكام، مو فقط الرجل، المرأة أيضا تطبق هذه الأحكام. منو يعني تريد توصل إلى طوعة سلام الله عليه؟ سلام الله عليه شخصية الطوعة. خلي ندخل إلى حقيقة إلى بيت هذه المرأة، يعني كيف تعامل مسلم بن عقيل سلام الله عليه مع هذه الأحداث، باعتبار أنه الأحداث بدأت يعني تتصاعد، هنالك عيون سرية، هنالك مخبر موجود، هنالك دولة تقوم باعتقالات وقمع، يعني حالات من القمع، و يعني أصبح مسلم يشكل خطر على أهل الكوفة، بالتالي كيف استطاعت هذه المرأة أن تتحدى كل هذه، يعني تتحدى دولة كاملة؟ هذه تحتاج إلى قوة إيمان. يعني إذا نظرنا إلى شخصية المرأة، عادة الإنسان غالبا أو بالفطرة نتحدث تركيبة المرأة التكوينية أن المرأة ضعيفة، يعني المهام الثقيلة منوطة وموكولة بالرجل في جميع الأشياء، في القيادة، في العمل، في الكسب. المرأة لا، ربة بيت مخدرة. فالإنسان ينظر إلى المرأة من الجانب التكويني بدني ضعيفة ورقيقة وذات مشاعر وعواطف. لكن هذه المرأة فاجأت أهل الكوفة وفاجأت التاريخ، مو فقط هذه المرأة، لا حتى القرآن الكريم. القرآن الكريم لمن يستشهد لنا بأمرأة يريد أن يبرهن لنا ويثبت أنه لا تكون هذه النظرة تجاه المرأة نظرة سلبية، أن المرأة تمتاز بهذه الخصوصيات ولا يمكن لها أن تقوم بعمل آخر. فالله عز وجل لمن يذكر زوجة فرعون آسية، وعادة المرأة تكون مطيعة وتميل إلى زوجها وإلى بيتها، هذه المرأة آسية القرآن يذكرها ويقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، يعني امرأة فرعون أصبحت مثل للمؤمنين
والمؤمنين الرجال والنساء. طوعه حصل لها الشرف أن تكون مثل من للصابرين، للمضحين، لمن لأهل الحق. فمسلم لما بدأ يبحث عن شخص يؤاوي ولو ليلة واحدة، ما وجد مسلم أحد إلا هذه المرأة. وهذه المرأة لما سمعت وهي تعلم بأن مسلم بن عقيل موجود في الكوفة، وتعرف لأنه لما أخبرها وعرفها بشخصه كانت خجلة حتى ينقل، بكت اعتذرت، لأنه هو مسلم لما اجى وجد المرأة واقف على الباب لديها ولد تنتظر مجيئة، وقف عندها طلب منها، قال أمة الله هل من شربة ماء؟ جاءت هذه المرأة بالماء قدمته لمسلم. بعد ما أن شرب الماء مسلم بقى واقف، وهذا شيء مؤلم حقيقة ويحزن ويدمي القلب. شخص كمسلم من حيث الشرف والمكانة والعزة والكرامة يبقى متحيرا فيه، يبقى هذا مؤلم يعني. والمشكلة أنها في عاصمة كانت لعمه، يعني لعمه، هي كانت عاصمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا حال الدنيا وأهل الدنيا. زين، فمسلم هذا العزيز من بيت الطهارة وبيت النزاهة يكون في هذا الموقف متحيرا، فهذه الطوعة امرأة جليلة قالت يا رجل، طلع شافت واقف، قالت له أنت طلبت الماء وشربت الماء، لا يحل لك الوقوف على بابي. ما رهدت، ترجل أجنبي، فهذه عادات كانت خطاب موجودة، خطاب فقهي، لا يحق لك. مسلم في هذا الخطاب جرحت قلبه فدمعت عيناه. لما دمعت عيناه لاحظت أن هذا، أنا ما قلت فد كلام غريب، شنو الداعي هذا الرجل؟ لما حدثت بهذا الحديث دمعت عيناه وجرت دموعه. ردت الخطاب مرة ثانية، قالت له لا يحل لك أن تقف على بابي. قال أمة الله أنا لا يوجد لي في هذا البلد من أهل أو إليهم. طوع يوم ما سمعت بهذا الكلام وهي تعرف بمسلم موجود وعرفت الأوضاع، عرفت بأنه مسلم سلام الله عليه، فقال السيدة عذرا وتأسفت لمسلم وقالت تفضل على الرحب والسعة، وطلبت منه أيضا مرة ثانية الصف عنها وأن يعذرها لأنها أوقفته على الباب، لأن مسلم عمه علي بن أبي طالب، فكانت تقول أنا خجلة منك، لأنني كيف أواجه هذا الخطاب جدا مهم يوم القيامة، عمك أمير المؤمنين إذا خاطبني وقال لي كيف لك توقفينه على الباب. هذا الخطاب السامي، هذا الخطاب اللي حقيقة يعني نادرا ما نلقاه في كتب التاريخ وفي مجتمعاتنا. طيب فضيلة الشيخ، يعني الآن لما نستذكر، وربما كل خطباء المنبر يعني عندما يعرجون على مصيبة مسلم بن عقيل سلام الله عليه يذكرون موقف طوعة وكيف يعني كان لها دور بارز ومؤثر في شحذ همم، في شحذ الهمم وفي شحذ همة مسلم بن عقيل سلام الله عليه. يعني هذه اليوم، يعني رب سائل يسأل، يعني لماذا نقوم بإعادة هذا، إعادة التاريخ في هكذا مناسبات ونذكر بدور مسلم بن عقيل سلام الله عليه ونذكر أيضا بدور طوعة؟ يعني ما هي الرسالة اليوم المطلوبة من المجتمع؟ موضوع التذكرة هذا موضوع قرآني، القرآن يخاطب النبي بهذا الخطاب فذكر، نفعت الذكرى. هذه المواقف نستلم منها بعض الدروس بأنه الحق لابد للإنسان أن يضحي من أجله وينصر الحق ويقف مع الحق، وإن كان الحق ليس له أنصار، ولو كان الحق له أنصار قلائل، لابد للإنسان أن يقف مع الحق وينصر الحق ضد الباطل. الموقف الآخر، المرأة جزء من المجتمع، والمرأة جزء
من النجاح. كل عمل نريد نقوم به اليوم لابد أن ننظر أنه هذا العمل بأي شيء يقوم، ما هي المقومات وما هي الأهداف التي تجعلنا نسعى اتجاه هذا العمل، لأن هذا عمل له أهداف، فالأهداف إذا كانت سامية الإنسان يبدأ أكيد يصل إلى السمو. السمو. فلنلاحظ أن طوعة واقعا هذه المرأة حققت درس جدا عظيم، واليوم لابد على المرأة أن تلتفت إلى هذا الجانب. هذا بالنسبة للمرأة، يعني المرأة عندما دائما نذكر ونقول عليها أن تتأسى بزينب سلام الله عليها، على أقل تقدير إذا تعذر الأمر باعتبار أنه هذه المرأة قد ولدت في بيت النبوة، تربت عند فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تربت عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهناك في الجانب الآخر طوعة هذه المرأة التي لم تعتبر حجة على الكل. ممتاز، أحسنت. المجتمع، يعني اليوم المجتمع أيضا، هي رسالة مسلم بن عقيل سلام الله عليه هي للمجتمع، يعني المجتمع، ما الذي يأخذه المجتمع من ذكر قصة مسلم بن عقيل وكيف تصرف في تلك الظروف، وكان باستطاعة مسلم بن عقيل أنه ينفي سفريته الإمام الحسين سلام الله عليه ويتحالف مع ابن زياد وتنتهي القضية، وكان باستطاعته. يمكن كان، ولكن المجتمع عليه أن يأخذ الدروس من قضية وسيرة مسلم، من هذه الدروس الهمة العالية. شخص بمفرده ذهب إلى أمة وإلى مدينة معقدة مختلفة في أطيافها، في معتقداتها، في دياناتها إلى آخره، والواقع صاحب الرسالة ما كان يهاب هذا الاختلاف ولا كان يتردد من رسالته، فكان عنده الثقة بالله جعلته يسير ويتقدم ولا يتراجع. والأمر الآخر من الدروس أنه كيف الإنسان يكون صادق في رسالته، أنه مهما كانت الظروف معاكسة له وكانت الأجواء غير ملائمة لرسالته لم يتخلى مسلم، بل بقى ثابت، حتى أن مسلم كان يسطر أروع الدروس في الإيمان والتقوى. لما أرادوا منه قتل عبيد الله بن زياد في بيت هاني كان مسلم يمتنع. ممتاز. هذه الإضاءات مهمة جدا في حياة مسلم بن عقيل سلام الله عليه، وفي يعني مو فقط في حياة مسلم بن عقيل، بل هي محطات إضاءة ونقاط مضيئة جدا ومشرقة في تركيب وتصميم الشخصية الإسلامية الحقيقية. يعني كان باستطاعة مسلم بن عقيل عندما دخل عبيد الله بن زياد إلى دار هاني بن عروة، كان باستطاعته أنه يقتله، لكنه تردد باعتبار لأن لعدة حسابات، لأمور يعني أمور تختص بالشرف وتختص بالرفعة وتختص بأن هذا الرجل هو في بيت هاني بن عروة. هذه المواقف اليوم، يعني كيف لنا أن نفعل هكذا مواقف حقيقة؟ يعني لما نصل الحال اليوم المجتمع في حرب، كل مجتمعاتنا تقريبا العربية والمجتمع الإسلامي في حرب دائمة، لكن مع شديد الأسف ما استفادينا من هذه الشخصيات ولا من هذه المواقف. اليوم من خلال هذه المناسبات كيف ننمي هذه الروح؟ يعني شلون نستفيد من شخصية مسلم ومن مواقف مسلم سلام الله عليه؟ يعني في الواقع من هذه الدروس أنه مسلم كان هدفه الأول والأخير أن يحافظ على القيم والمبادئ وأن يطبق الكتاب والسنة، مع الاختلاف، مع الظروف القاسية ما كان يتخلى عن المبادئ والقيم. فالمجتمع اليوم لما يقرأ شخصية مسلم لا يقرأه شخصية نسبية، يقرأ شخصية نسب فقط، أنه لمن ينتمي، ابنه من، من عمه، من ابن عمه، من هي زوجته، لا، عليه أن يقرأ موقف مسلم ويلخص هذا الموقف بأنه هذا الرجل كان باستطاعته وله القدرة على هذا الأمر، لكن كان عنده القيم والمبادئ. أحسنت. هي والمروءة لا تقبل بذلك، وأعلى منين؟ من النفس. يعني حفاظ النفس مثلا جعله حفاظ النفس مؤخر عن من؟ عن حفاظ المبدأ والقيم. لأنه المجتمع، التاريخ سينقل لنا اليوم لماذا نحن نجلس ونتحدث حول مسلم، لأن شخصية عظيمة. المجتمع سينقل والمجتمع سيتذكر، والمجتمع قائم لا بالتركيب، قائم بالقيم.
المجتمع إذا لا توجد له قيم لا قيمة له. فكلما كانت قيم هذه المجتمع قيم ثابتة وغير متغيرة كان هذا المجتمع مجتمع مثالي، ويمكن أن يكون هذا المجتمع قدوة لجميع العالم. فمسلم سلام الله عليه أعطى أروع الدروس وأهم الدروس في هذا المجال، بأنه الإنسان مهما مرت به ظروف قاسية ومهما مرت به بعض الحالات الانتكاسية لا يتراجع ولا يتخلى عن المبدأ. أحسن. ولا يتخلى عن الرفعة اللي هو بيها. قطعاً. وإلا يمكن اليوم لو كتاب التاريخ أو حتى المجتمع، يعني الخديعة التي عمل بها عبيد الله بن زياد في يعني في تشويش كل شيء وفي تغيير العالم وفي تغيب الناس عن الحقيقة، وبالتالي أصبح مسلم سلام الله عليه وحيد في الكوفة. فلو نجح، لو أراد مسلم العقيل أن يستعمل الخديعة نفسها مع عبيد الله بن زياد، ربما كان كتاب التاريخ أو المجتمع ربما يرحم مسلم العقيل باعتبار أنه أراد أن ينقذ حياته بهذا الشيء. لكن الرفعة والسمو التي كان عليها سلام الله عليه هي أرفع من هذه الأفعال. قطعا لا يناسب شأنه ومقامه، بل هو تربى في بيت النبوة. وهذا الفرق حقيقة، يعني هي الرسالة اللي يجب أن تصل اليوم إلى المجتمع وتصل إلى كل من يريد كتابة التاريخ أو يريد قراءة التاريخ على أقل التقدير. ملاحظة أخرى لمسلم سلام الله عليه، حقيقة أن الإنسان يفتخر ويعتز، وهؤلاء مفخرة لنا وقادة. لابد عندما نقول منهم قادة الأمة، مسلم بالفضل العباس قادة الأمة، أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هم القادة. لكن نحن نتحدث من جانب آخر، بأنه في بعض الأحيان الإنسان لما تتحدث له بشخصية يقول هذا شخصية مؤيد بتأييد من السماء له مقامه. فأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين جعلوا تلاميذهم أيضا قادة للأمة كأخلاق مسلم سلام الله عليه، وموقف مسلم الذي لابد أن نقف عنده، وهو عندما دخل على عبيد الله بن زياد لم يسلم عليه. ماذا يعني هذا الموقف؟ بأنه الباطل، هذا الموقف نستفيد منه، الباطل لا يمكن مجاملته بأي شيء حتى في السلام. هذا موقفه، هذا موقف لابد على الإنسان أن يضعه بنظر الاعتبار. ممتاز. هذه الحادثة تمت بعد أن يعني تم اقتحام دار طوعة سلام طوعة الله عليها، وطوعة كان لها اقتياد مسلم سلام الله عليه إلى قصر الإمارة. طوعة كان لها حقيقة هذا الموقف يوم ما جاءوا إلى بيت مسلم بعد ما دخل ولدها وذهب إلى قصر عبيد الله بن زياد وأخبره. طوعة أول موقف لها كانت خجلة، احتذرت منه. زين، الأمر الآخر طوعة كانت مشجعة، يعني فد موقف حقيقة ما له نظير. عادة المرأة تهاب السيف، تخاف الرجال، تخاف من الصوت. هذه المرأة كانت مشجعة لمسلم، ما كانت لاحظ الأمر بأنه تقول سوف أقتل، ماذا يجري علي من هؤلاء الأوغاد. ولا حبطت عزيمته هو سلام الله عليه، ما قالت لي يعني افتح الباب ممكن أنه تخرج من خلف الدار وتسلك هذا الطريق. لا بالعكس، كانت مشجعة للمواجهة، حتى ما كانت تولي بالفرار أو تهرب. أحسنت. يعني هذه المرأة حقيقة نموذج. أكيد، وموقف ممتاز جدا. فضيلة الشيخ، يعني بقت عندي دقيقة من الوقت، يعني بهذه الدقيقة اليوم عندما نستذكر سفير الإمام الحسين سلام الله عليه مسلم بن عقيل، يعني هل من الممكن أنه نتحول أيضا كسفراء الإمام الحسين؟ يعني اليوم المجتمع ممكن أنه يولد لنا سفير آخر، أو هل من الممكن أننا نتحول إلى سفراء كنا الإمام الحسين سلام الله عليه؟ الواقع نحن أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لابد علينا أن نكون كلنا سفراء، بل هذا من الأمر المحتم علينا، بل هو واجب علينا أن نكون سفراء لأهل البيت في كل مكان، في كل مجال، في كل زمان. أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين حملونا بعض المهام والرسائل، ولابد علينا هذه الرسائل ننقلها بالتي هي أحسن، بل على أحسن وجه وأفضل وجه. وهذه أمور ضرورية وحتمية على الإنسان لابد أن يقوم بها.
الرجال والنساء. أحسنت. إذن هي رسالة للمجتمع، علينا عندما نمر بهكذا مناسبات لا أن نمر مرور الكرام، بل نستذكر كل المواقف المضيئة وننطلق من خلالها للمجتمع. فضيلة الشيخ عادل العمشاني، يعني ختاما، عظم الله لنا ولك الأجر مرة أخرى بذكرى مصاب واستشهاد سفير الإمام الحسين مسلم العقيل عليه وعلى أهله أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكرا جزيلا، أسعدتنا حقيقة بهذه الرفقة الطيبة، ومرة أخرى عظم الله لنا ولك الأجر بهذه الذكرى وبهذا المصاب. ولكم الأجر، وأنا أشكركم على حسن الضيافة، وأسأل الله أن يوفقكم وياخذ بأيديكم ما فيه الخير والرضا يا رب إن شاء الله. الشكر موصول لكم سادتي أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، هذا ما يسمح بوقت البرنامج، إلى أن نلتقي مرة أخرى. إلى ذلك الحين نجدد لكم العزاء بذكرى مصاب واستشهاد سفير الإمام الحسين مسلم العقيل عليهما السلام، عظم الله مرة أخرى لنا ولكم الأجر بهذه الذكرى وبهذا المصاب، وعلينا أيضا أن نجعل من هذه المناسبات وهذه المحطات منطلق لسفارة أخرى تليق بحجم الإمام الحسين وتكون موازية للرسالة التي جاء من أجلها محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن أجلها انطلق الإمام الحسين للإصلاح في أمة جده. إلى أن نلتقي بحلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.